والنهارده في خلال الحفل يمكن لاحظتوا او تابعتوا حضراتكم كابتن خطيب وهو بيشكر قناه الاهلي على هذا البث الكبير وعلى هذه التغطيه المتميزه لهذا الحفل الكبير. شركه الاهلي للانتاج الاعلامي المالكه للقناه مديرها التنفيذي الاستاذ محمد يوسف كان في ضيافه الزميل كريم احمد. نشوف بجد التحيه لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. يوم عظيم النهارده الحقيقه لكل جمهور النادي الاهلي، اعضاء النادي الاهلي، مجلس اداره، تدشين النجمة العاشرة في يوم احتفالي على ملعب مختار التتش. الحقيقه وسعدنا بقى في هذه اللحظات يكون معانا طبعا المدير التنفيذي طبعا لشركه الاهلي الانتاج الاعلامي طبعا هنا الحاج محمد يوسف. برحب بك يا محمد، طبعا تاريخ كبير ويمكن انا عايز ابعد بقى شويه عن كمسؤوليه، لا كعضو النادي الاهلي بقيمتك الكبيره شايف الفرحه وشايف التنظيم، النادي الاهلي ما بينظم مختلف بشكل كبير جدا، النجمه العاشره بتمثل شيء كبير جدا لكل الاهلاويه وكل جمهور النادي الاهلي. حاجه اولا رحب بيك يا كريم ورحب بقناه النادي الاهلي وكل اخواتي واساتذتي اللي في الاستوديو عشان ما انساش حد بس، لكن يعني خليني اقول بس عباره عشان بتقولي التاريخ. احنا كلنا بنتضاءل جنب اسم النادي الاهلي، كلنا بنصغر تحت شعار النادي الاهلي، الا انا عارف ان بعض الناس دلوقتي يعني، لكن احنا فعلا بنطبق هذا المبدا. النادي الاهلي تاريخ كبير، اعتقد ان كل جماهير النادي الاهلي النهارده كانت سعيده جدا بالحدث اللي احنا شفناه، خرج على اعلى مستوى. انا حابب ان انا اشكر جدا 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 كعضو نادي اهلي مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب، حابب اشكر الاداره التنفيذيه الدكتور سعد شلبي، كل القائمين على العمل، اخويا هشام جمال، حاجه جميله جدا جدا جدا. اعتقد ان كل الاهلاويه سعداء النهارده واسعدونا كلنا جماهير واعضاء ولاعبين واداره، الحمد لله. الاهلي فوق الجميع، الاهلي فوق الجميع قولا واحدا، فوق جميع ابناء النادي الاهلي عشان نكون واضحين يا جماعه. تاني، الاهلي فوق جميع ابناء النادي الاهلي، كلنا بنصغر تحت شعار النادي الاهلي. حاجه كمان رائعه جدا الحقيقه، كنت بتكلم على الاستاذ خالد رندلي بقول له على هامش التكريم، الحقيقه بنشوف الاستاذ محرم الراغب بقيمته الكبيره، الباشمهندس عادل بقيمته الكبيره، ويمكن قال لي كمان لسه بقى عندنا بقى دكتور حسن مصطفى الفتره اللي جايه وعندنا امور عاديه جدا. بيمثل ايه للحاج محمد التكريم ده؟ اعتقد دي طبعا دي بدايه، اولا بنتعلم من اساتذتنا ومن الاجيال الاكبر مننا، بنتعلم منهم تضحيه، بنتعلم منهم انتماء، بنتعلم منهم كل خدمه النادي، انكار الذات، اسمائنا مش لازم تكون مذكوره، لكن في النهايه اعتقد ان فعلا البدايه النهارده بالمهندس عادل القيعي والكابتن محرم الراغب هي بدايه لسلسله العظماء كتير خدموا النادي الاهلي وموجودين الحمد لله، نتمنى ان هم يتكرموا في حياتهم قبل ما يتكرموا في النادي. اشكرك، ميرسي يا كريم، اشكرك، اشكرك. كل الشكر والتقدير الحقيقه حاج محمد يوسف طبعا على هذه التصريحات. يوم رائع زي ما بنقول وبناكد، يوم مميز جدا لكل جمهور النادي الاهلي، الفرحه النهارده بنشوفها في الاولاد وفي الاعضاء وفي مجلس الاداره في اللاعبين، كل الحقيقه رائع ومميز جدا النهارده. اليوم بنتمنى يا رب ان شاء الله القادم يكون افضل لكل جمهور النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي.